السلام عليكم، انا اسلام طلعت، واهلا بيكم معانا في فيديو جديد النهارده. طبعا في خبر موجود على الفيس منتشر بقاله يومين كده، ان البنك المركزي لغى التحويل من الكريدت كارد لدولار، لتحديدا للفيسبوك وجوجل. طبعا دي مشكله بتواجه ناس كتير، لان في ناس كتير بتعمل دعايه على الفيس. انا معايا هنا حل بقالي سنتين شغال بيه، هو كارت اسمه توماس كوك كارد او ترافل كارد. ده بيطلع من سي اي بي. ازاي بيطلع من سي اي بي؟ ازاي انت بتطلعه؟ بتروح لاي فرع من فروع بنك التجاري الدولي، تقول لهم انا عايز اعمل توماس كوك كارد ب 20 جنيه بالبطاقه، بيطلع لك وانت واقف بمنتهى البساطه خالص. وانا لسه اول امبارح عملت ترانزاكشن منه على الفيس. هو حط لينك لمعلومات التوماس كوك كارد تحت الفيديو. اتمنى يكون ده في حل، لان في ناس كتير قوي بتتشكل من الموضوع ده، ويكون في حل لمشاكل كتير من الناس للتعامل خصوصا مع اعلانات الفيس. اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.